ضيوفنا بالاستوديو اليوم رح يحكوا عن مهرجان كلنا بنطمح لحتى نعيشه، مهرجان بيحمل اسم عظيم وعزيز كثير على قلبنا واللي هو مهرجان السلام. دائما مستضيفهم معنا بالاستوديو، اكيد دائما بدنا نوجه تحيه كثير كبيره لكل طاقم وفريق واسره السفينة والصليب الاحمر اللبناني بكل افرادهم. اكيد بنعرف العمل التطوعي بياخذ وقت كثير كبير وجهد وقلب كبير، واكيد الاساس هو حمايه الناس ووجودهم بامكنه هن بيكونوا موجودين فيها بالوقت اللي بيكونوا كل الاشخاص التانيين عم بيتركوها. اليوم اكيد شخصين منهم من خلالهم وجه تحيه لكل الاشخاص اكيد بالصليب الاحمر اللبناني. وبدي اقول اكيد انه اليوم محمد كمان رح يكون معنا، محمد زبيب من منظمي مهرجان السلام وريهام جلول ايضا. اهلا وسهلا فيكم باستوديو عالم الصباح. اكيد هالمهرجان اللي صار عم يصير بشكل دائم من سنه لسنه عم يتطور ويكبر. ليديز فيرست، صحيح أكيد. محمد Thank you. واكيد حتى بالعمل التطوعي بالشاشي بيصير. رح ابدا معك ريهام، اكيد المهرجان اللي بيحمل عنوان ثقيل، يعني مش عنوان هيك سهل واحد يقدر يحققه، يمكن اوقات بيحمل معاني كثير كلنا بنحبها، انما لما بتحملوا او هالرساله الكبيره مش بس اليوميه انما ضمن اطار مهرجان، قديش بيكون في صعوبه تطبيقها على الارض لحتى تقدروا تجمعوا هالشباب كلهم ضمن اطار حمله مهرجان السلام؟ مزبوط، نحن كقسم شباب بالصليب الاحمر كل سنه للسنه الرابعه على التوالي عم ننظم مهرجان السلام، كلنا بنحط ايد بايد لنقدر نوصل معنى فكره السلام. هيدا المهرجان مثل ما ذكرت للسنه الرابعه على التوالي عم بيصير، هالسنه بيبدا من 18 سوري ايلول ل 21 ايلول. هدف هيدا المهرجان انه نقدر نوصل فكره السلام الانسانيه والفكريه بين جميع العالم. بروجرامنا مثل ما ذكرت ببلش من 18 ايلول ل 21 ايلول، وبدنا نذكر مثل انه كل سنه الدخول مجاني للجميع. اكيد ما انتم بتشتغلوا بالعمل المجاني بقى، اكيد اول شيء بتحبوا تعملوه انه تدعوا الناس ليشاركوكم بفرحتكم اللي بتكون بعد عطائكم على مدى كل ايام السنه. 365 بيطلع لكم كم يوم انتم كمان تعيدوا وتفرحوا وتعملوا مهرجان كمان بيحمل قيم كثير مهمه. أكيد. اليوم محمد لما بنحكي عن المهرجان بالسنه الرابعه، يعني اكيد مرقتوا بصعوبات كثيره لتاسسوه ولحتى تكبروا فيه مع شباب عم قلبهم كبير وبيعطوا كثير، قديش فعلا بتحس انه تطور هالمهرجان على مدى السنوات والسنه شو بيحمل من تغيرات؟ السنة أكيد رح يكون مثل ما قلنا أنه من 18 ل 21 الشهر حنبلش نحن ب 18 بأحد أوتيلات بيروت، حيكون في تدريب مع الفيلد أوفيسر يعني العاملين الميدانيين بالجمعيات الـ NGO. حيبلش بنهار الخميس ب 18 من الساعة 9 للساعة 5، حيمتد ليومين 18 و 19. بنفس الوقت نهار الخميس بعد الظهر الساعة 7 حنكون موجودين بشارع أوروغواي، فنانين وكمان مع برنار رنو، حيكون الفنان برنار رنو. اوريدي الشباب موجودين عندكم بالليل يعني. من أي ساعة لأي ساعة محمد؟ المهرجان المهرجان هلا هو مقسم زونات يعني مقسم بارتيات، في بارتيات حيكون في مثل بارتيات مش بارتيات بس حتى تكون يعني. عارفين يعني بس مش بارتي يعني وكذا، لا غير البارتي في اقسام بارتي يعني الاقسام مزبوط يعني زونات بارتي بالفرنسي يعني بس حتى يكون ايه مزبوط. مش بارتي حيكون مثلا بشارع اوروغواي، حنكون نحن نهار الخميس بعد الظهر من الساعه 7 للساعه 12 بالليل عم يرسموا لوحات الفنانين مع برنار رنو بعنوان لبنان طبيعه وسلام. هيدي ب 18 ب 19 حن معلش خذ وقتك فيني زيد عليه اكيد التدريب اللي حدو زيد التدريب اللي حيصير ب 18 الشهر من الساعه 9 للساعه 5 باحد الاوتيلات اللبنانيه مثل ما رفيق محمد ذكر. شفتي ما اخذ له عقله الا البارتيات بس بالليل، ذكرني من 7 ل 12 نسي الصبح والورك شوبس والعالم حيكون تحت عنوان مقدمه للقيم والمبادئ والمهارات الانسانيه للعاملين الميدانيين. حيكون هدفنا من هيدا التدريب مثل ما ذكر حيكون موجه للعاملين بالقطاع الميداني، هدفنا منه انه نتأكد أنه كل العاملين بالقطاع الميداني عندهم الوعي الكافي للقيم والمبادئ الإنسانية. برجع بضيف بذكر أنه مثل ما قال سهرتنا الفنية بتبلش من 9 لمنتصف الليل، سوري ب 18 الشهر عندنا الرسم الحي للفنانين تحت طبيعة وسلام، ب 19 الشهر كمان حيستمر هيدا التدريب وعندنا السهرة الفنية بتبدا من 9 لمنتصف الليل. بذكر من الفنانين اللبنانيين اللي حيشاركوا معنا نهار الجمعة ريان ومروان الشامي، بنهار السبت ب 19
السبت ب20 الشهر حيكون حيكون في عنا معرض فني لعرض كل اللوحات اللي سبق ونراسمت، حتكون حول التمثال، بالإضافة إلى عنا إنه عنا كتير زونز منا حيشارك فيها عدد كبير من الـ NGOs ليعرضوا شو عملهم مثل الورد تشايلد وغيرهم كتير. عنا كمان الحفلة الفنية بتبدأ بساعة 9 لمنتصف الليل كمان بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم نادين الراسي وميشيل أزة. عنا الفنان مش الإعلامي بس ايه الفنان وهشام الحاج كمان مظبوط ايه عنا هشام الحاج كمان نعم. نهار 21 بتركوا لمحمد ليفسروا أكثر. تفضل محمد. 21 شفت الستات شو بهالزبيب شو بدك قلت لك دغري هيك هلا كمان ببارت 19 سينا الافتتاحيه يعني نحن حنعمل مسيره سلام مثل كل سنه يعني هي كمان حنبلش نحن من الداون تاون من اسواق بيروت حنتجمع الساعه 7 ب 19 نحن اكيد بندعي الكل يشاركوا معنا بمسيره الشموع حنمشي مسيره كل واحد الصامت. منكم عنده شموع ما في ولا حجه بالضبط ما في شك كل اكيد كل بني ادم بلبنان خاصه عنده شموع ونحن بنامن لهم كمان ما في مشكله كلهم حينزلوا حاملين الشموع حنمشي مسيره من اسواق بيروت لساحة الشهداء لنختتم المسيرة بأن نضوي مثل ما شفنا قبل صح بيس البيس كبيرة بالشمع ومنبلش بعدين احتفالنا أكيد وبلشوا منبلشها مع الفرقة الموسيقية الهارمونية لكوبا الأمن الداخلي مع جوقة البلماند للغناء الشرقي هنا حيفتتحوا لنا المهرجان ومنبلش السهرة الفنية هلا مثل مكمل مثل ب 21 حنبلش الساعة 4:30 بمنطقة عين رمانة شارع منطقة كسرجيون منطقة كسرجيون حيصير في ماتش فوتبول ودي بين إعلامية وفنانين تقريبا شي نص ساعة حيتحدوا بعضهم فريقين ليش نحن نقينا شارع كسرجيون بعين رمانة لأنه ذاكرة كسرجيون معروفة بالعقل اللبناني أيام الحرب الأهلية اللبنانية لأنه كذا حدا تعاقب عليها وهلا صارت سلام وصار ملعب فوتبول ومنطقة للبلدية بس نقول بداية الحرب نتذكر بوستة عين الرمانة أكيد فكرمال هيك كان نحن اختيارنا لعين رمانة وتحديدا كسرجيون بنرجع بنكمل أكيد سهرتنا الفنيه مكمله نهار الاحد بالليل من 8 لل 12 من 9 ل 12 بالليل كمان عندنا فنانين عدد فنانين حيقدموا لنا وين رح تكون بالليل الاحد بساحه الشهداء نحن جمعه سبت احد موجودين بساحه الشهداء من 7 لل 12 بالليل بس الحفله الفنيه بتبلش 9 اكيد قبل حيكون المعرض اللوحات موجودين طول الوقت واكيد كمان الستاندات الشباب الورد فيجن الورد تشايلد وغيرها عم بيقدموا شو عندهم اعمال هن بيعملوها بالمجتمع طب انا بدي اقول شغله كثير اساسيه انتم شابين يعني شاب وصبيه يعني هذا العمر اللي بتكونوا اكثر الاوقات فيه يعني كلهم بيكونوا يا اما عم بتخرجوا من المدرسه او عم بتخرجوا من الجامعه وعم بيبدوا حياه مهنيه كثير اساسيه بدي اطرح سؤال عام بالنسبة للشباب اللي كتير بيكون أوقات مهتمين ومندفعين وعندهم حب التطوع بيكونوا خايفين يمكن من الوقت من يعني نعرف قديش بتعرضوا لمخاطر وبنعرف قديش بتتعانوا كمان من ألم وكمان ضغط نفسي أنتوا عليكم لحتى تقدروا تتعاطوا دايما ضحكة وابتسامة إبرة ودواء لحياة لشخص بيكون بحاجة لألكم بقى قديش فعلا بيتطلب وقت ومجهود أنه واحد يكون موجود ضمن إطار الأمريلا أو هالمظلة المهمة جدا اللي هي مظلة الصليب الأحمر اللبناني ويعطي من كل وقته من كل قلبه من كل عقله ونفسيته لهالأشخاص المحتاجين اللي بيكونوا موجودين بكل الأراضي اللبنانية من دون أي تفرقة من دون أي عنصرية بقى أنا بحب هون وصل رسالة لكل الشباب اللي مهتمين أنه بحسوا يمكن عندهم شوية وقت وبيخافوا أوقات أنه منتطوع ما منتطوع شو بده يكون عندهم مستلزمات عمرهم وقديش بيتطلب منهم وقت وكيف بيتواصلوا معكم هلا التطوع ما له عمر يعني حيلا حدا فيه يتطوع وفي يقدم للمجتمع حيلا من اي عمر؟ نحن بنبلش تقريبا كقسم شباب نحن بنبلش من 17 وطلوع اوكي اكيد حسب اذا مركز ولا جامعه اكيد الجامعه حيكونوا بقى فوق 18 نعم ما في شيء بياثر على حياته يعني اكيد في كل واحد عنده 24 ساعه اذا بقسمها مثل ما هو بيرتاح في وقت اكيد للتطوع برافو فمثل ما نحن متطوعين وعاطين وقت كل حدا في يلاقي وقت يتطوع اكيد ما لا بناخذ من شغلنا ولا عم ناخذ من درسنا ولا شيء الدرس له وقته اللعب له وقته السهرات له وقتها والصليب الاحمر بحياتنا له وقته كمان عاطينه اكيد يعني حتى واحد اذا عم بياسس مهنه لإله ما يخاف بضل بيقدر يعطي وقت اذا عنده اكيد حب التطوع لانه هذا شيء اساسي وبيكون اوقات موجود عند الشخص وبده ينميه خلينا بس نختم معك ريهام لحتى بس نذكر بالضبط بالاوقات وباهم يعني الاوقات للمهرجان واهم
الاماكن اللي حيكونوا موجودين فيها. اوكي، نحن ب 18 الشهر عندنا من الساعه 9 للساعه 5 عندنا تدريب باحد الاوتيلات اللبنانيه. عندنا سهره. شو هو الاوتيل؟ خلينا نذكر اذا في حدا يشارك فيها. بنرجع على الاعلانات نرجع. اوكي بس قلت حتى اذا حدا بده يشارك معكم. اوكي، عندنا ب 18 الشهر من الساعه 5 لمنتصف الليل عندنا رسم الحي اللي حيصير بشارع الاوروغواي مثل ما ذكرنا للفنانين اللبنانيه كبار وبوجود الفنان برنار رينو. ب 19 الشهر كمان حتيستمر هيدا التدريب. عندنا مسيرة الشموع حتبدأ، نقطة التجمع حتكون الساعة 7 بأسواق بيروت لنتجه لساحة الشهداء لنضوي كلمة الشموع كلنا سوا إيد بإيد. الساعة 9 بتبدأ مسيرتنا سهرتنا الفنية بساحة الشهداء. ب 21 كمان عندنا من الساعة 5 لمنتصف الليل عندنا زونات ستاندات للإن جي أوز مثل ما ذكرنا، بلس إنه عندنا الساعة 9 لل 12 كمان سهرتنا الفنية. ساعة نهار الأحد ب 21 الشهر عندنا 4:30 حيكون بساحة كاسرجيان كرمال الماتش الفوتبول بين العالميين. ودي نص ساعة ما تخافوا ما حتطبعوا تتعبوا فيكم تشاركوا فيه. بالضبط، وهيدا هدفنا منه لنأرجي قديش أشخاص من مختلف الباك جراوندز يعني خلفيات بالضبط قادرين نقدر نعيش نص ساعة سلام بدون أي شيء يعرق لهيدا الموضوع. صحيح. وسهرة الفنية كمان بتكمل من 9 ل 12 بساحة مع فنانين كتار أكيد بنقول لهم وجهلهم كل التحية. شكرا كثير لكم. أنا بس بدي أقول بعد شغلة صغيرة إنه نحن بنتشكر كل الأشخاص اللي دعمونا بهالمهرجان السلام السنة وخاصة أوتيل لاريتاج وفود ستايل وورد فيجن وغيرهم أكيد كتار. أكيد يعطيكم ألف ألف عافية. تحياتنا للكل وأكيد لقوى الأمن الداخلي كمان أكيد لأنه رح يشاركوا كمان معكم. مش بس بده يعيشوا نص ساعة، بده يعيشوا 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع على مدار السنة بسلام. هذا أهم شيء للكل. لحظات ومنتابع أرض وورد مع كندا، خليكم معنا.